وسهلا فيكم مشاهدينا في الحلقة الأولى من برنامج المواهب كيد ستار. برنامجنا بيعتمد على مواهب أبنائكم وبناتكم، غناء، رقص، عزف وتمثيل. وبنوه أنه برنامجنا مش مسابقة أبداً ولا هو منافسة بين المشتركين، إنما هو منصة لإلهن، وهاي المنصة رح تكشف لنا نجوم المستقبل. رح يرافقنا في البرنامج لجنة التقييم اللي رح تقيم أداء المشتركين الصغار، والمميز في هاي اللجنة أيضاً إن هن كانوا صغار واليوم صاروا فنانين كبار. بحب أرحب باللجنة المكونة من الفنان والمطرب محمد أسدي، الفناني دينيس أبو رقبي مديرة فرقة لمسات الكرمل للرقص الاستعراضي، وأخيراً الفنان إلياس عبود. في كل حلقة من حلقات كيد ستار رح يكون معنا ضيف يشاركنا في موهبته وفنه الجميل، وضيف حلقتنا الأولى رح نكون معه بس في نهاية الحلقة. وإسا رح نبلش مع الموهبة الأولى، طارق كيوف بأغنية ابن معلم. مرحبا، اسمي طارق كيوف، من عزف عمري 12 سنة. بديت أغني كان عمري 3 سنين وجيت أشارككم بموهبتي الغناء وبتمنى أنجح. I'm not afraid.
شكرا شكرا يا طارق، انت معلم ابن معلم. خلينا نشوف رأي لجنة التقييم، نبلش مع الفنان محمد أسدي. مش مساء الخير طارق. شو بدنا نحكي؟ انه اجتمع ابو فارس وكيوف وجبال الكرمل، فايش بده يطلع؟ اكيد موهبه بتجنن. طارق وزين كثير، وعنده في صوته احساسه حنيه يعني من مصغره، فاهم علي؟ فمع الوقت الموهبه راح تتطور، راح تصل لابعد ابعد الحدود، بتجنن. وفي كمان شغله اليوم، شو بنطلون ما مسكوش هاي بطارق بتجنن. فنانة دينيس تفضل. يا طارق عن جد ابن معلم، بأدائك بجنن رائع، وقفتك حلوة، بس يا ريت ضلك تتبسم لنا لأنه بسمتك بتجنن. كل الاحترام، بالنجاح حبيبي. شكرا. فنان الياس عبود. طارق مش بس بسمتك حلوة، انت حلو، واكيد بنات صفك بحبوك، وبعدها تطلع على التلفزيون كل بنات البلد راح يحبوك اكثر واكثر. انا حبيت صوتك ومزبوط بتمشي مع اللحن، بس كنت بحب اشوفه اكثر مفتوح. هاي بدها بس انه تمرين صوت، ممكن مع معلم، ممكن اذا انت بتعرف تعملها لحالك بيكون احسن. You got the look of star، يعني انت ممكن تكون ستار بشكلك كثير حلو. شكرا طارق. مين اجى معك اليوم؟ عمي وابن عمي واهلي. كل العيله اجت؟ تأكد عديته منيح قبل ما تطلع؟ ممتاز. شكرا لك طارق. والآن مع الموهبة الثانية ميار قدورة بأغنية علي قرا. اسمي ميار قدورة من عكا، عمري 13 سنة، وهويت إني أغني، وحبيت إني أسمعك صوتي، وإن شاء الله يعجبك. تريحنا تريحنا حتى
بدي أقعد عنك خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة تريحنا تريحنا بس أما تيجي وأنا أحكي لك علي طلاق وأمسح دموعك من جيلك علي شو عملت فينا؟ شو الأغنية الرائعة هاي؟ شو الأداء الرائع؟ بس خلينا نشوف رأي اللجنة. فنانة دينيس ستار نجمي بتجنني بس ما يعرف في إشي حابة أعرفه كل هالصوت الجميل والأداء اللي بجنن شو حلمك بالمستقبل؟ إيش حابة؟ إيش مشاريعك المستقبلية؟ إحنا أصير مطرب كبير ولا عالم تعرفني وأنا أكيد متخيلي هيك رح يصير كل الاحترام الفنان الياس عبود ميار عندك لعب بالعرب مخيف صوتك أكبر من عمرك قديش عمرك أنت؟ 13 أوكي طيب وقفتك فيها عندك ثقة كتير حلوة على المسرح حبيت وبحب أقول يعني أنا بشوف قدامي وردة جزائرية وهي عمرها 13 سنة يا سلام رائعة فنان محمد أسدي ميار أنت مش كيد ستار أنت سوبر ستار تعال نقول ميار عن جد جنني اللي عجبني أكثر إنه قلت أقدم تحية بس لأستاذ صالح حيبي يعني منين جبت لنا إياها هذا وين لقيتها؟ لا عن جد المواهب اللي معانا اليوم بالحلقة كلها بمستوى أعلى من نقول كيد ستار يعني حتى مستوى الغناء يعني يمكن عم تغني أكبر من عمرك في 10 سنين واللي عجبني أكثر في الإيقاع أنت رحتي ما شوي تقعي بس عودتي زبطتيها وهذا كمان شغل اللي بدل إنه في زي نقول تجربة يعني والله يوفقك جنني شكرا ميار انت من عكا مزبوط صح نطيت على الصورة اللي بعدك بعدك مش نط عن الصور طب ليش اخترتي الاغنية تغنيها اليوم لانه بحب هالاغاني الترابية ومين اللي جاي معك اليوم امي وابوي وبنت عمتي وعمتي نهديهم طبعا تحياتنا شكرا لك ميار وبالنجاح بحب أذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم التسجيل للمشاركة في برنامج كيد ستار والتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم وصلنا للموهبة الثالثة والأخيرة رح نكون مع أحمد زريقي اللي رح يتحفنا بلوحة راقصة لمايكل جاكسون اسمي أحمد عمري 10 سنين من الناصري جاي أشارككم هنا بموهبة الهيب هوب بأتأمل تعجبكم
احمد يا سموث يا كريمنال انت عن جد كنت رائع. خلينا نشوف راي اللجنه. احمد ابدعت الرقصه كثير كثير حلوه، الاواعيك بجننوا كثير، مناسبات للرقصه اللي رقصتها اسلوب غربي رائع، ابدعت حركاتك معبره، تعبير وجهك معبره كثير حلو. بس مين اختار لك هالاواعي الحلوه يا احمد؟ امي الماما كثير حلوات، كل الاحترام لك. فنان محمد اسدي، مش كثير بفهم بالرقص، بس اللي بعرف انه انا شفت اشي حلو واكثر من بجنن، وزي ما حكينا الاواعي كثير حلوات، وطبعا اغنيه كمان بتجنن. انا من عشاق الفنان الراحل زي ما بقولوا مايكل جاكسون الله يرحمه، وطبعا غناني باقي لك بتجنن احمد. شكرا. فنان الياس عبود. احمد انا وانا كنت قدك يمكن اصغر منك، كنت احاول اقلد مايكل جاكسون، ما كنتش اقدر. يمكن بعض الحركات اللي كنت تسويها زبطت فيها انا، بس مش كل شيء. اما كثير انت ضايقتني لما عملت المون ووكر، ويا ريت تعلمني اياها. ارجيني اياها كيف تعملها، علمنا لانه اذا انا بصير اعرف اعملها من انا وقدك واصغر كمان كان بدي اعملها. علمني اياها بس بليز، رجاء. كيف ترجع لورا زي مايكل جاكسون؟ ايوه في، اذا انت بتقولي واحد اثنين ثلاثه ارفع كعب انزل كعب ممكن افهم عليك، بس عد لي اياها وقول لي مين اللي علمك اياها، اذا انت طلعت منك لحالك ولا مايكل جاكسون كان معك باتصال. بنت خالتي علمتني اياها. اوف. بنت خالتك كمان جيلك؟ لا. قديش عمرها؟ معرفش. طيب ماشي، انا مقهور منك شوي، بس بحب اقول لك انك انت رائع. بنعاود نتخرف احنا بس نخلص الحلقه انا وياك. ماشي ماشي موافق؟ شكرا. شكرا لك الياس. بتمنى انه احمد الدرس اللي تعلمه الياس اليوم منك يكون ممتاز ورائع بعد الحلقه. كمان شيء صغير بس، المره الجايه الطقيح انت وعدتنا بدك كثير منا الطقيح، رميت 12 طقيح كنا نستنى سنه صح. احمد بتمنى لك كل النجاح وشكرا لك. مشاهدينا بعد ما شفتوا اداء المواهب الثلاثه، خلينا نتذكر كيف كان ادائهم. انا قلبلك بيمين معلم شوف الحلوين، انا قلبلك بيمين معلم شوف الحلوين. الضيف علي قرا من مراسيلك، علي قرا بس لما تيجي وانا احكي لك علي قرا. وصلنا لنهاية الحلقة، واللي رح يختمها معنا ضيفنا صاحب الصوت الجبلي وخريج برنامج نجوم الغد بأغنية فرط الرمان. منستقبل الفنان والمطرب ماهر حلبي. يا ري مش محبوبي شو باكي، شو باكي يا ري مش محبوبي شو باكي شو باكي. أفتح لكم باب قلبي لو شباكي لو 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 شباكي، إجي وقعني وقعتو إجي وقعني وقعتو بشباكي، أنا صيّت ماهر بالحبايا. يا نحبيب يا
وعيون الحلوة الزودة وعيون الحلوة الزودة برض الرمان خدودة وعيون الحلوة الزودة وعيون الحلوة الزودة لو جمعوا كل الحلوين جمعوا كل الحلوين ما حد يوصل لحدودة ما حد يوصل لحدودة دقوا لا دقة غنوا لا غنوة دقوا لا دقة شوبي يا غنوا لا غنوة شوبي يا عليهم عينه تنرد العين والله خالقها آية والله خالقها آية معرفنا منها تنتين لولا بالبيت مرايا لولا بالبيت مرايا عن عينه تنرد العين والله خالقها آية والله خالقها آية معرفنا منها تنتين لولا بالبيت مرايا لولا بالبيت مرايا سمرة والطولة الفارع تمشي تتباهى بطولة تمشي تتباهى بطولة الوجنة قوم الفال حلوة مين اللي طولة حلوة مين اللي طولة شجرة والطولة الفارع تمشي تتباهى بطولة تمشي تتباهى بطولة الوجنة قوم الفال حلوة مين اللي طولة حلوة مين اللي طولة فرط الرمان خدودة عيون الحلوة السودة عيون الحلوة السودة لو جمعوا كل الحلوين لو جمعوا كل الحلوين ما حد يوصل لحدودة ما حد يوصل لحدودة دقوا لا دقة غنوا لا غنوة دقوا لا دقة غنوا لا غنوة فنان ماهر حلبي شكرا لك شكرا لكم حبيبي الفنان ماهر حلبي تحكي لنا شو سر هالغيبة الطويلة طبعا سكنتي بكندا صار لي فترة 5 سنين بس ولكن إن شاء الله في برنامج بالرجعة والعودة للديار للبلد للأهل لكل الحبايب إن شاء الله قريبا إن شاء الله شو رأيك في أداء المشتركين خاصة أنك أنت كمان تخرجت من برنامج للمواهب أنا بدي أكون معك صريح بدون مجاملات أنا ممكن أجامل بكل شيء ولكن شيء واحد لأجامل فيه اللي هو الفن أنا صراحة وراء الكواليس عم بسمع أنا مش عم بسمع مواهب ولا أطفال أنا عم بسمع مطربين يعني طارق ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه عنده عرب صوت نظيفة وقفلات كثير مهمة بيمسكها هيك كثير كثير حلوة والصبية اسم الله ميار ميار هاي مطربة هاي ما شاء الله ما شاء الله صراحة صراحة يعني في شغلات لأول مرة أنا بسمعها يمكن أنا ما بسويها كمطرب بالأغاني بجننوا كثير حلوين والشاب اللي بتاع مايكل جاكسون أنا ما إليش بالهذا بس ما شاء الله عليه فنان ماهر حلبي شكرا لك ونورتنا اليوم شكرا منذكركم إنه بإمكانكم التسجيل للمشاركة في برنامج كيد ستار والتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم وبهيك مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية الحلقة وإحنا بانتظار مواهب أبنائكم وبناتكم نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد ومنشوفكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء